قلت لي من الاكلات اللي دايما بتحب تفطر عليها في رمضان ووالدة حضرتك دايما معوداكوا عليها هي الحمام. في حاجه غير الحمام؟ حلويات، كنافه باشكالها بقى بجد يعني. انا اصلا في العادي والوزن والفتنس ما هي بقى ما هي بتبقى كده تشيت ميل ولا حاجه. بس انا وهو رمضان لما كان بيجي في الاوف سيزون كان بيبقى اسهل شويه يعني. انت ممكن تخلك 2 3 كيلو وترجع بقى تخسهم، بس هو وانت في رمضان الموضوع بيبقى بقى محسوب اصعب شويه. توزن بقى كل اسبوع وبتبقى بتوزن كل وقت، فالموضوع ما بيبقاش عندنا حريه الاكل قوي زي الناس. بس يعني ممكن بس شكلك بتاكل ايه؟ شكلك بتاكل حتى يعني لو ما عندكش الحريه يعني. ممكن ندوق يعني، ندوق بني ادمين برضه. لا بندوق يعني، بس انا مش من بحب قوي يعني الحاجات الشرقيه غير في رمضان يعني. ما دلوقتي معانا 3 كروت، كارت احمر وكارت اصفر وكارت اخضر، تمام؟ كي. الكارت الاصفر بتدي انذار لمين في الوسط الرياضي في رمضان؟ انذار يعني ايه انذار؟ تدي له انذار شخصيه مثلا في كره السله، او ظاهره مثلا في الرياضه عايز تديها انذار، اللي هو مثلا الحاجه دي تقف، او الحاجه دي يعني، او الشخصيه ده مثلا ايه تدي له انذار اللي هو لا التصرف اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، او لازم مثلا تفوق شويه تطور من نفسك، يعني عايز توقفه كده عن حاجه شخصيه او ظاهره. ممكن نوقف تعصب، ان احنا في رمضان يعني في ماتشات بتبقى في كوره وفي كل الرياضات دلوقتي في المواسم بتبقى حاسمه يعني. فالناس يعني بلاش تعصب يعني، كل واحد انا ما من كل واحد يشجع فرقته ويشجع فرقته بكل طريقه ممكنه، وتحاول تضغط على لعيبه الخصم وتعمل كل تقدر عليه، بس من غير يعني ما الموضوع يكبر عن حده. في الاخر رياضه برضو، بس يمكن هي زي التعصب، انه بلاش تعصب يعني. طب كارت احمر بقى طرد على طول، ايه الظاهره برضو او اللاعب اللي يعني عايز تديله كارت احمر كده، او يعني خلينا ظاهره مثلا عايز تطردها من الملاعب او من الرياضه، من كره السله؟ في كره السله في مصر يعني؟ او رياضه عامه ظاهره كده عايز ايه اللي هو ما تكونش موجوده عايز تديها كارت احمر؟ ظاهره مش عارف هطردها خالص. ممكن برضو التعصب، هي التعصب هي دي اهم حاجه ما تبقاش موجوده يعني. انا عامه انا زي ما قلت في الاول انا كنت بروح مدرجات وانا صغير، فانا مع الجمهور اللي هو الجمهور الاصلي اللي هو بيشجع بقى وبيتعصب وكده، مش مع الجمهور اللي هو القديم يعني. ف بس بتيجي عند حته كده لا خلاص يعني، شجع فرقتك اعمل كل تقدر عليه، بس ما بقى ما تاذيش اللي قدامك، ما توصلش المرحله يعني تضايق يعني زي اللي كنا وصلنا له في فترات يعني. بس هو هي دي بس ان هي لازم نفصل كده في وقت. انا مع الجمهور اللي هو بتاع زمان، مش مع يعني مش جمهور دلوقتي، انا مع الجمهور القديم يعني. انا كنت بقعد في المدرجات وكنت من وانا صغير بروح استادات يعني، فانا عارف يعني ايه جمهور ينزل يضغط وجمهور ينزل يشجع فرقته. بس يمكن الموضوع للاسف ابتدى يزيد مننا ويوصل لمراحل ابعد يعني. فعايزين نرجع تاني لجمهور زمان، اكيد كان احسن وكده، بس نقف قبل ما نوصل يعني الكوارث يعني. اخر حاجه بقى الكارت الاخضر، ايه الحاجه اللي بتدعمها في رمضان وعايز تخليها تكبر وتتطور؟ انت مش عارف يعني، هي كلها في الحاجات في الرياضه وفي كره السله برضو ظاهره او حاجه عايز تدعمها شجعها ان نقدر نكسب. كابتن عمرو بشكر حضرتك جدا، وانا كنت سعيده ان انا كنت معاك النهارده، بقول لك تاني رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. وانا بشكرك جدا وسعيد ان انا كنت على قناه النادي الاهلي، وصدقني الشمس ما كانتش في وشي كنت هكون بضحك اكتر من كده بكتير. لا بس بتضحك اقول لك. طيب شكرا. ميرسي جدا يا كابتن عمرو. خلاص شكرا. ده كان لقائنا وحوارنا في حلقه خاصه مع كابتن عمرو الجندي، كابتن منتخب مصر والنادي الاهلي لكره السله. نشوفكم في حلقه تانية ومع نجم جديد واسطوره تانية من اساطير النادي الاهلي في الالعاب الاخرى.